كرستن 15/2012 آثار قصف طيران حربي والمدفعية على المدينة. استهداف منازل المدنيين الآمنين بقذائف الهاون والدبابات والطيران الحربي. الله أكبر عليك يا بشار. مرحبا. يا بيت أهلا وسهلا. شو صاير عندكم هون؟ والله إصلاحات جديدة. اليوم نحن بيتنا بالحي الجنوبي مدخل مدينة رستن حي البستان. طبعا بيتنا انقصف هناك واليوم إصلاح جديد محلنا يعني ما بيقول باب رزق باب معيشة هذا محل أخوي يعني. الحمد لله جاي عاملين فوق مثل غرفة هيك مستودع جاي نازل القذيفة من فوق ومدمرة كل شيء فوق والبرميل مازوت كمان مضروب وثاقب السطح منازل مدمرة كمان كل شيء بالمحل يعني هلا فيك بتجي بتشوف ولو ما راح نحن نحسن نكون لجوا هاي الإصلاحات الجديدة هذا محل صيانة يعني فيك ممكن هيك تشوف هيك تشوف المازوت النازل فيك تشوف التلفزيونات اللي كانت قيد الصيانة وكلها مدمرة طبعا هذا محل تصليح تلفزيونات أجهزة كهربائية حسبنا الله ونعم الوكيل هاي إصلاحات طيب شو توجه كلمة انت للنظام للعالم الخارجي اللي عم يشوف هيك مناظر هاي والله ما راح نوجه شيء ندعي لرب العالمين بالفرج يعني قال قد ناديت لو اسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما حد عم يسمعنا ان شاء الله الله يفرج عن قريب ان شاء الله الله يفرج